ابو سلمان حنا لم نقصي احد، وقبل تشكيل اول اجتماع في انشاء الائتلاف كان في ديوانيتي، ديوانيه البراك في الاندلس، ودعينا الجميع، النقابات ومؤسسات المجتمع المدني والتيارات السياسيه بما فيها التحالف الوطني والمنبر الديمقراطي. دعيتها طريقه الدعوه يعني دعيناها للمشاركه برساله للمشاركة في إنشاء ائتلاف المعارضة الكويتية. فتكلم الأخ خالد الخالد وقال أنا جيت تلبية للدعوة اللي خلينا نوضح بس للمشاهد من الخارج اللي هو أمين عام التحالف السابق، أمين عام التحالف الديمقراطي السابق. نعم. التحالف الوطني. أمين عام التحالف الوطني السابق، إيه؟ نعم. وكان موجود الأخ بندر الخيران أمين عام المنبر الديمقراطي. كان الكل موجود. بعد ذلك قال الأخ خالد نحن لن نشارك بل نحن معاكم، بل نحن سنقدم مشروعنا الخاص إلى الأمة وإلى الناس. احنا ما نقدر نجبر طبعا ما في شيء بالإجبار بالانتماء، ولا نقدر نعطل أنفسنا لأن الآخرين ما دخلوا. جميل. ولكن عرضنا على الجميع، عرضنا على المنبر الديمقراطي كانوا موجودين، وقام الأخ بندر الخيران طلع بلحظتها بدون استئذان، ولما جينا في ديوانية محمد الخليفة وقف وبكل خلق طيب قال بأني أعتذر من الأخ مسلم لأني طلعت بدون استئذان لظرف خاص، وحنا راح نقدم رؤيتنا في هذا المشروع لكم. الاتحالف قال راح أقدمه للناس، وبندر الخيران المنبر الديمقراطي قال راح أقدمه لكم. لم يقدم لنا شيء إلى الآن إلى أن طلع المشروع. عرضنا على النقابات، النقابات وضع الاختلاف معاهم اللي صار أنهم الحقيقة أيد الصوت الواحد وطلعوا بيان بالمشاركة في الانتخابات، وهذا أمر يخالف المبادئ الأساسية الأساسية للمشروع اللي أنشئ من أجل الائتلاف. طيب في نقاط بتقراها أيضا. نعم. أنا بس بقول لك تفعيل سيادة الأمة على السلطات الثلاث. ما في سلطة تقول أنا فوق سلطة الأمة، الأمة فوق السلطات وهي مصدر السلطات جميعا. تدعيم الحريات وحقوق الإنسان، تطوير سلطات الدولة لتحقيق الحكم الصالح والرشيد. أبو سلمان هذه المبادئ، هذه المبادئ اللي حنا طبعا المبادئ هذه الأهداف، الأهداف والمبادئ ثابتة بينما النصوص متحركة. بالتالي حنا لما نفتح النوافذ ونفتح الأبواب وندخل هذا المشروع إلى مناقشة مجتمعية معناه أن لا نرقب بإقصاء أحد، ورأينا ما هو رأي مطلق، ولا نملك ان نعطي نفسنا حق صكوك الوطنيه نمنحها لمن نشاء او نخون من نشاء ابدا. من ينتقدنا؟ احنا ترى عندك الاخوان على سبيل المثال اعضاء بالجمعيه العموميه التيار التقدمي اعضاء، وانا طبعا لا يمكن اتعامل بشكل رسمي الا مع البيان الرسمي اللي صدر من التيار التقدمي اللي اكدوا في بدايه بيانهم بان المشروع جيد وحنا ذاهبين بالتعاون الكامل مع ائتلاف المعارضة لمدة يود التعاون. وأنا لا أستقربها منهم. طيب. أنا لا أستقربها منهم، إحنا هم أعضاء في الجمعية العمومية وتعاوننا، بل إن المشروع هذا اللي موجود هناك جزء من دور التيار التقدمي.